قلة الدعم الحكومي والجفاف الذي تسبب بموت آلاف الدونمات من المحاصيل الزراعية في ديالى أدي إلى ترك أكثر من 50% من فلاحي المحافظة مهنتهم الوحيدة وانضمامهم إلى معسكر العاطلين عن العمل. نتيجة لانحسار الأمطار وقلة الدعم الحكومي لأراضينا، كانت النتيجة أنه تركنا أراضينا واتجهنا اتجاهات أخرى مع الأسف الشديد، لقلة الدعم الحكومي، لقلة دعم الفلاح. ويورد خبراء الاقتصاد سببين رئيسيين لتصحر نحو 500,000 دونم من أراضي ديالى. الأول يتعلق بنفاد أغلب المياه الجوفية، والثاني بتقليص الخطة الزراعية من قبل وزارة الزراعة. عدم تنظيم الخطة الزراعية من سماد كيميائي إلى بذور، كونها انتهت شحة الماء، حتى الآبار اللي نطلعها هم تقريبا جافة. مديرية زراعة ديالى ولتدارك انهيار الثروة الزراعية شرعت بتوفير منظومات رش بالأقساط للفلاحين ضمن الخطة الزراعية المعلنة. أيتنا هو فلاحنا ومزارعنا، ندعم بتجهيزه بمنظومات ري بالرش من خلال وزارة الزراعة، مشروع استخدام تقنيات الري، أنه تكون المنظومات مدعومة 50% ومقسطة لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى أنه لها حصة وقودية وبذور يكون دعمه بالبذور والمبيدات. وتحولت محافظة ديالى في الفترة الأخيرة إلى مدينة مستوردة للمحاصيل الزراعية بعد أن كانت مكتفية طوال سنوات عديدة قد مضت. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.